بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم هيكون عن الشابتر الثالث الـ Consumer and Buyer Behavior. الشابتر اللي معانا هنفهم منه لما نخلص مجموعة من العناصر الأساسية اللي هي Define Consumer Behavior, Understand the Consumer Buying Process, Identify Tool to Understand Customer, Understanding the Influence of Buying decision, identified type of consumer behavior, identified برضو للإفكت للconsumer behavior, وآخر شغلة لازم يكون فهمنا الموديل تبع الباينج behavior. عشان نبدأ مع بعض في الموضوع هذا كمقدمة سريعة, إيش يعني understand the buyer behavior؟ الماركتر must understand how customer make buying decision. Consumer and business have a process of making decision about purchase. وهذا الموضوع طبيعي لأنه كلنا بنمارس عملية الشراء, وبالتالي كلنا عندنا بروسيس معينة في عملية الشراء أو مجموعة عمليات إحنا بنأديها مشان نشتري. The decision making process affected بتأثر بالكالتشرال, بالسوشيال, بالإنديفيدوال, مثلا فاكتورز والسايكولوجيكال فاكتورز. إذا في عندنا مجموعة من الفاكتورز وفي غيرهم بيأثر على عملية الشراء, بدنا ناخدها بعين الاعتبار ونفكر فيها وإحنا ماشيين في البروسيس. قبل ما نكمل يفترض نقف لحظة عشان نفهم الفرق ما بين جزئيتين أو عنصرين أساسيين اللي هما الكاستمر والكونسيومر. الكاستمر a person who buys the product or service from a shop or business, لكن الكونسيومر who uses this product or services. عشان نوضح الموضوع والفرق بين الاثنين, لو أخذنا حليب الأطفال كمثال هنلاقي إنه حليب الأطفال بيتخذ قرار الشراء هو الأم والأب, لكن اللي بيعمل consuming للحليب هو البيبي بتبعهم. إذن في هذه الحالة هنلاقي إنه إحنا في عنا somebody who buy the product and another who consume it. زي لما بنيجي على الهدايا, لما إحنا بنعطي gift لحدا, الجفت إحنا بنعمل لها buying, لكن another person هو اللي بيعملها consumption. إذن عملية الاستهلاك بتتم من طرف تاني. إذن الكاستمر ممكن يكون بس بيشتري السلعة والكونسيومر هو طرف آخر, بس برضه ممكن نلاقي إنه الكاستمر نفسه كونسيومر. زي لما إحنا بدنا نشتري ساندويش أو إحنا بدنا نشتري بنطلون أو إحنا بدنا نشتري جلباب, في هذه الحالات كلها إحنا الكاستمر والكونسيومر in the same person. الكاستمر spends the money and buy product or goods. The aim focus each person in the business world in the customer. لكن since in the consumer who actually consume use the specific product, he or she may identify the genesis of marketing procedures. إذا لو أجينا هنا الفرق الرئيسي برضو بيناتهم إنه الكونسيومر مرات بيكون بدنا نركز عليه أكثر. لو تذكرتوا الإعلانات اللي مرينا عليها في الفترة اللي فاتت كان يظهر فيها أشخاص. الأشخاص هذول هم عبارة عن الكونسيومر في الغالب, ومرات بيكون معهم الكاستمر. تمام, لكن احنا في تركيزنا على الكونسيومر احنا بنحاول نعمل امبروفينج للاكسبيرينس تبعت الكونسيومر, احنا بنحاول ناخذ الساتسفايد من الكونسيومر. اذا الكونسيومر هو العنصر الاهم عندنا, وبالتالي احنا بنركز عليه اكثر. عشان نكمل في الانترودكشن تبعتنا بدنا نعرف شو يعني كونسيومر ماركت. الكونسيومر ماركت هو اول انديفيدجوال and each household who buy or acquire goods and services for each personal consumption. إذا أي شخص أو كل الأشخاص, كل الناس اللي فاتحة بيوت, كل الأفراد العاديين اللي مالهم اللي بيشتروا أو بيطلبوا السلع اللي موجودة أو الخدمات لاستخدامهم الشخصي, هدول إيش يعتبروا consumer. الconsumer behavior بيتركز في إنه how individual groups and each organization select واحد, buy اثنين, use ثلاثة, and each dispose of goods أربعة, or services or ideas or experience. كل هذه الحاجات الهدف الرئيسي عندهم to satisfy their needs and desires. إذن التصرف هو عبارة عن إنه كيف بيختار, كيف بيشتري, كيف بيستخدم, كيف بيستهلك الايش السلعه او الخدمه اللي موجوده عنده, كيف بتخلص منها حتى في النهايه. اذا كل هذه هي عباره عن تصرفات, هي عباره عن البيهيفير تبع الكونسيومر اللي احنا يفترض ان مالنا ندرسه ونفهم كيف بيتم بشكل اساسي.